اول درس درسناه معكم اخر درس الاربعين النووية مش كده؟ نعم قبل خمس سنوات تقريبا. قبل خمس سنوات تقريبا. ثم شغل الانسان بحياته قال بالله فلم شغل المرء الا ان يضيع من يعول. نعم. فوضع السودان ليس كوضع بقية البلاد، ما عندنا راتب ناخذه من جهة، نسعى بايدينا ونسعى بحسب ما اعطانا الله من قوة نبرز في الارض لنبتغي من فضل الله سبحانه وتعالى. هذا منهج السلف كانوا يعملون، وهذه أخلاق السلف كانوا يعملون ويسترزقون رب العالمين ويضربون في الأرض، فيهم التجار وفيهم الصناع وفيهم الزراع، وكان السلف يسمون بصنائعهم الزياف والصباغ والخياط وهكذا كانوا يعملون وكانوا يتاجرون. آخر درس باعتراف نزار المزكى، خمس سنوات ما تكلم في درس واحد، لا في التوحيد لا في الوضوء لا في التيمم، خمس سنوات. قال السبب في خلاصة كلامه أننا مشغولون يعني بالمعاش، وهكذا كان السلف قال، ولذلك قال لقب، والله قال لقب بعضهم، لخلاصة الكلام لقب بعضهم بالزيات وبعضهم بالخياط، ده إلا كان حسام الزيات، لكن السلف كانوا مشغولين بالدعوة، وبعضهم بالخياط وبعضهم بالصبار، فهو مشغول. وبعد ذلك تأتي له تزكية، بل تزكية، والحمد لله هذا اعتراف من نزار، وليس كلامنا نحن فيه، وإنما هو كلام نزار عن نفسه أنه ما أقام درسا واحدا خمس سنوات.